بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: حسبك لهنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا في بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وصنيع المصنف، إذ جعله بعد بيان التوحيد وفضله ووجوب تحقيقه، فإن المناسبة تظهر فيما يأتي ملخصا. أولا، التنبيه إلى أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، برهان ذلكم ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث. ثانيا، التنبيه إلى وجوب الحذر من هذا الذنب الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وأنه لا يغفره الله لمن مات عليه، وإنه لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه فإنه خالد مخلد في النار. الأمر الثالث، تنبيه الدعاة إلى الله عز وجل إلى أن يسلكوا في دعوتهم الخلق بيان التوحيد والحظ عليه، وكذلك بيان ضده الذي هو الشرك. وهذا هو ما سلكه النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم على الجميع. ومن الأدلة على ذلكم ما قصه الله علينا من أمرهم به في ذلكم المسلك. قال تعالى:
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن من سلك هذا السبيل وهو الجمع بين الدعوة إلى التوحيد وسائر الفرائض وحض الناس عليها والتحذير من الشرك وسائر المعاصي فإنه داعية إلى الله على بصيرة، ومن لم يكن ذلك فإنه إما جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من إخوانه النبيين والمرسلين، أو هو ضال مضل صاحب هوى، وسواء كان ذا أو ذاك فإن الحذر منه واجب. فإذا تقرر هذا فالانتقال إلى نصوص الباب. وقد بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بأدلة من الكتاب الكريم على خطورة الشرك وشناعته وفظاعته وسوء عاقبته على أهله في الدنيا والآخرة. وهذه عادة تعودناها منه رحمه الله، فإنه يصدر مسائله بالاستدلال بالقرآن ثم يتبع ذلك بالسنة، وهذا تنبيه إلى أنه يجب في تقرير أحكام الله عامة وباب العقائد خاصة من الكتاب والسنة. ثم من بعد سيرة السلف الصالح، فإن السلف الصالح وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأئمة التابعين وسائر أهل القرون المفضلة، تطبيق عملي لفهم النصوص. الآية الأولى هي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه الآية أمران: الأول شاهد الترجمة التي أراد المصنف من خلالها وجوب الحذر من الشرك وسوء عاقبته على أهله، وذلكم فيما تضمنته هذه الآية من إخبار الحق جل جلاله أنه لا يغفر الشرك لمن مات عليه، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع الذين يوافقون أهل السنة في التحذير من الشرك. وها هنا سؤال: هل هذا الوعيد شامل لكبير الشرك وصغيره أو لا؟ فالجواب: هذا الوعيد شامل لصغير الشرك وكبيره، وذلكم بعموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإيضاح ذلكم أن
وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به، فبان بهذا أن الآية قاضية بعمومها أن الله لا يغفر الشرك لمن مات عليه أكبره وأصغره. ولكن الفرق بينهما من وجوه، أحدها أن الشرك الأكبر ناقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، وأما الشرك الأصغر وهو يسير الرياء فليس كذلك، لكنه أكبر من كبائر الذنوب والفواحش، فهو أكبر من الزنا والقذف وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والسرقة وغير ذلك من الكبائر التي لا تنقل مرتكبها عن الملة ما لم يستحلها عالما عامدا. الثاني الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار لمن مات عليه، وأما الأصغر فإنه لا يوجب ذلك، فبان بهذا أن راكب الشرك الأصغر، وسوف يأتي حده لاحقا إن شاء الله في أبواب آتية، أن الشرك الأصغر صاحبه آمن من الخلود في النار غير آمن من دخولها. الأمر الثاني ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، ودون هنا أقل جرما، والمراد بها كبائر الذنوب التي لا تنقل عن الملة، وإنما هي مفسقات وليست مكفرات، وقد بينا آنفا أنه لا يكفر إلا من استحلها عن علم وعمد. وهذا من شواهد أهل السنة، على أن الفاسق الملي لا يكفر بمجرد المعصية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحصل لدينا شيئان، أحدهما أن الكبائر التي دون الشرك والكفر لا يكفر مرتكبها إلا إذا استحلها عالما عامدا، وثانيا أن من ركب كبائر ولقي الله مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بمحض رحمته وفضله، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. الآية الثانية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا من مقول الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قصه الله علينا من أخباره التي هي شاهدة
على عظيم مقامه وعظيم شرفه، وأنه إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين. وذلكم أن الخليل صلى الله عليه وسلم وهو من هو يسأل ربه أن يجنبه وبنيه الأصنام، يعني عبادة الأصنام، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك صغيره وكبيره. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب الشرك فما دونه، وكذلك معصومون من صغائر الخسة كتقبيل الأجنبية أو ملامستها، هم معصومون من ذلك. ومع هذا فإنه عليه الصلاة والسلام من كمال خضوعه لله وتذلله له يسأل لنفسه وبنيه أن يجنبه الله عبادة الأصنام. وهكذا النبيون عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه من القيام، فلما قيل له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهكذا الصالحون من عباد الله تجدهم أحرص الناس على فعل الخيرات ومجانبة المنكرات. وفي هذا دليل على أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى طامعا في رحمته وفضله وإحسانه، خائفا من عقابه، وهذا يتضمن الخوف من الشرك وسائر المعاصي. وذلكم أنه إذا كان الخليل صلى الله عليه وسلم وهو من هو يسأل ربه الوقاية منه: واجنبني وبني أن نعبد أصنام، فمن دون إبراهيم وسائر النبيين والمرسلين أولى أن يحذر. وفي الآية منقبة أخرى من مناقب الخليل صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لم ينس ذريته، لم ينس ذريته، فهو سأل الله ولهم الوقاية من الشرك. نعم تفضل. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث هو صحيح بمجموع طرقه ومن ألفاظه، وأظنه لأحمد، من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، والراجح أنه له صحبة، وهذا هو مذهب البخاري وجملة من محققي أهل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الشرك الأصغر. الحديث والرياء
مأخوذ من المراءة، وهو أن يحسن العبد عباداته قولية أو فعلية طلبا لكسب الثناء الجميل والذكر الحسن من الناس. نعم. فهذا الحديث دليل على وجوب الحذر من الرياء. ووجه ذلك أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه يخاف عليهم منه ويخشى وقوعهم فيه، وهم خير هذه الأمة، وهم رضي الله عنهم خير هذه الأمة وأتقى بعد نبيها وأتقاها لله وأخشاها له، فإن من دونهم أولى أن يخشى عليه منه. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث اقتصر المصنف رحمه الله على المرفوع، وهو شاهد الترجمة. والحديث يتألف من جملتين، إحداهما من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، والأخرى كما حكى المصنف. والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير، وأخرجه مسلم بلفظ آخر نحوه. ولفظ الحديث هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو لله ولا من دون الله، وهو يدعو من دون الله، وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا من هو؟ ابن مسعود. ومن مات لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. والند هو الشريك. وهذا الحديث المرفوع منه ليس فيه إشكال، فإنه صريح الدلالة في التحذير من الشرك، ومنه دعاء غير الله. فكيف بمن يدعو إلى الشرك؟ المشركة شركا أكبر صنفا، صنف مشرك هو في نفسه، إما لأنه لا يحسن الدعوة إلى الشرك، وإما أنه مكتف بدعوة أئمته للشرك، وصنف هم الدعاة إلى الشرك، دعاة إلى الشرك. ومن هؤلاء الدعاة من يدعو إلى شرك الربوبية، ففاق مشركة قريش بهذا الشرك. وإنما السؤال: هل لقول ابن مسعود رضي الله عنه شاهد أو لا؟ تابع في النصوص. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث يتضمن جملتين،
إحداهما شاهد لقول ابن مسعود، والأخرى تأكيد آخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فما الجملة التي تشهد لابن مسعود؟ ما هي؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فتحصل لدينا القطع بالجنة لمن مات على التوحيد سالما من الشرك، من مات على التوحيد سالما من الشرك، وهذه الحال مؤكدة فقط، ولا كلمة من مات على التوحيد تقتضي السلامة من الشرك، مقطوع له بدخول الجنة. وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، من مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، عام لم يستثنى منه شيء. وهذا العموم من القسم الذي هو باق على عمومه ولم يدخله تخصيص، لم يدخله تخصيص أبدا. هكذا العقائد، عموم العقائد لا يدخلها التخصيص أبدا، لأنها أصول الدين، وأصول الدين لا تخصص ولا تنسخ. هذا أولا. وثانيا، نعم، وما أحسن ما قاله النووي رحمه الله في تعليقه على حديث ابن مسعود وحديث جابر وما في معناهما، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وقد مضى شرح ذلكم في باب فضل التوحيد، فاستذكروه ورجعوا. وأمر آخر تفيده هذه الأحاديث، الرد على من يكفر، من يكفر المسلمين بمجرد المعاصي. نعم، الباب الذي بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي حسبك إلى هنا. هذه الترجمة تدل على أن المصنف رحمه الله يقصد شيئا أو أشياء، والخلاصة أنه يهدف، أنه له هدف من هذه الترجمة، وإن كانت داخلة ضمن الأبواب. لكن تأملوا: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يتحصل من شروح أهل العلم، ومنهم أئمة الدعوة مثل الشيخ، وأول شارح لهذا الكتاب هو الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحم الله الجميع، ثم تبعه ابن عمه عبد الرحمن بن حسن بن محمد. ولا يزال أئمة السنة وعلماء السنة وطلاب العلم من أهل السنة على نهج من سلف في شروح هذا الكتاب النفيس المبارك. فأنا أوصيكم ألا تقبلوا شرحا يأتي حتى تعرفوا صاحبه، لأن كشفنا أو اكتشفنا
من يدس ويتسمى بأنه يشرح هذا الكتاب وله مقاصد سيئة من نشر الكفر والتكفير والحلول وغير ذلك. نعم. المقصد الأول التنبيه إلى أن تحقيق الشهادتين علما وعملا هو أول ما يدعى إليه، وأن ذلك هو أصل الأصول، هو أصل الأصول. ثانيا التنبيه إلى أن من وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه إلى دين الحق الذي أساسه التوحيد لا ينبغي أن يقتصر على نفسه، بل ينبغي أن يعم بنفعه وما أفاده غيره. وهذه هي طريق النبيين والمرسلين وأتباعهم وأصحابهم وأتباعهم على الدوام. فكأنه نعم. الأمر الثالث يجب أن يكون الداعية على بصيرة، يجب أن يكون الداعية على بصيرة، والبصيرة هي الفقه في الدين، الفقه في الدين من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وللحسن البصري رحمه الله قول نفيس حكاه عنه الشارح وابن عمه وهو عند عبد الرزاق في كتاب التفسير يقرأه أبو الحارث. تفضل. قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. كم خصلة؟ 9 خصال. 9 خصال استنبطها الحسن رحمه الله وهو إمام من أئمة التابعين المشهود لهم بالإمامة في الدين. فانظروا الآية: دعا إلى الله، عمل صالحا، استسلم، وقال إنني من المسلمين، وفي هذا الصدع بعقيدة التوحيد، ومن ذلكم الصدع بالسنة. وإن قيل في كما قيل فإن السلفيين أهل السنة والجماعة هم أعرف الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق، وذلكم لأنهم مع نصوص الكتاب والسنة وسيرة من مضى قبلهم من السلف الصالح من هذه الأمة. وإن وصفوا بأنهم إرهابيون وأنهم كذا وأنهم إلى غير ذلك، نقول لهم: بالله عليكم يا عقلاء يا منصفون، من الإرهابي الذي لا يرقب
إلا ولا ذمة في مؤمن ولا معاهد، فينتهك الأعراض ويسفك الدماء وينتهب الأموال أو يتلفها بالتفجير وغير ذلك، أو هو الذي يقول احقنوا الدماء، قال الله كذا، قال رسوله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ثم هم يقولون أنتم ما تحبون محمدا ليش ما تقاطعون أنتم نقول بالله عليكم من السبب الذي حمل الكفار على أن يسلكوا ما سلكوا من الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية منه، بل عرفنا من يبول على المصحف منهم ويحرقه ويطأه بقدميه، من؟ إنهم الخوارج يفعلون ما يفعلون من المنكرات منتحرين الإسلام ويعلنون صريحا هذا من الإسلام. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات على الإسلام والسنة حتى نلقاه، ثبتنا على ذلك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بالله عليكم حينما يرى الكفار ويسمعون هذه الأعمال الشنيعة التي الإسلام بريء منها وأهل السنة بريء منها، ألا تزيد عداوتهم عداوة وبغضهم بغضا وحنقهم حنقا؟ إذن أسامة بن لادن وأمثاله من دعاة التكفير هم السبب في هذا، هم السبب في هذه في في هذه في في هذه البلية. نعم، الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة تمامها أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية تفيد ما يأتي، أولا أن الدعوة إلى الله على بصيرة وليست على جهل وضلال، لأنها مؤسسة على الكتاب والسنة، وكذلك يستعين أهلها بسيرة من مضى على أثر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عن الجميع. ومن هنا نقول المنتسبون إلى الدعوة ثلاثة أصناف، أحدها دعاة الحق وهم الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن دعوته ودعوتهم على بصيرة. الثاني أهل الجهل، وهؤلاء يفسدون من حيث يريدون الإصلاح ويهدمون من حيث يريدون البناء، فواجب هؤلاء علينا أن نبصرهم بدين الله وأن نعرفهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استجابوا فبها ونعمت وإلا فهم على ضلال.
الصنف الثاني دعاة الهوى والفترة، وهم الذين يعتمدون في دعوتهم المضللة على أحد أمرين، وقد يجتمع لهم الأمران، وذانكم الأمران هما تحريف النصوص، تحريف النصوص، والآخر الرأي المحض. ثانيا في الآية التنبيه إلى وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وأن دعوة غير دعوته هي دعوة ليست على بصيرة. الأمر الثالث تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب، وسبحان الله، وأن الشرك سواء كان في الربوبية أو في العبادة أو في الأسماء والصفات مسبة لله سبحانه وتعالى، يجب صيانة مقام الربوبية عنها. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. هذا الحديث الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والرواية الثانية مؤكدة إلى أن يوحدوا الله، فبان في هذا التقرير مناسبة هذا الحديث للباب من خلال بيان الشاهد منه. وفي الحديث فوائد، منها الاستعداد لمجادلة الكفار، والتهيئة للتفطن إلى، وذلك بالتهيئة بأن يهيئ الإنسان نفسه بالتفطن إلى شبههم والرد عليها. من ذلكم مثال، أو من أمثلة ذلكم، أنه صلى الله عليه وسلم لما تلا: وما أمروا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نعم، والمسيح ابن مريم، الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الآية، أربابا من دون الله، نعم، والمسيح ابن مريم، الآية. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: لسنا نعبدهم يا رسول الله. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن ليست المجادلة هي حوار يجمع بين سني ومبتدع، بين مسلم وكافر، حتى يطرح كل منهم ما عنده فيتفقون على الثوابت. ما عندنا ثوابت إلا الإسلام، بارك الله فيكم. هذه المسألة سوف يأتي لها بسط إن شاء الله في الباب في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.
وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم لأميره معاذ ومبعوثه وصاحبه رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني استعد لهم، فإنهم عندهم الشبه وفي دهاء ومكر. ثانيا أن رأس الإسلام، رأس الإسلام أساسه هو التوحيد. ثالثا الرد على بعض الجماعات الدعوية الحديثة، والجماعات الدعوية الحديثة كلها ضالة مضلة، ومن مقول تلكم الجماعة لا يوجد توحيد، التوحيد غير معروف، معروف الإيمان، اسمعوا، إلى أن يوحدوا الله. ثالثا، رابعا التعليم بالتدريج، تعليم الإسلام بالتدريج، فأول الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة، وترتيب الصلاة بعد الشهادتين دليل على أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعدهما، وترتيب الزكاة بعد الشهادتين والصلاة دليل على أن الزكاة هي ثالث أركان الإسلام، فهي تلي الصلاة في الرتبة. وثمة نكتة أخرى وسر لطيف، وهو أن النص بالجمع بين الصلاة والزكاة فيما لا يحصى من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تنبيه إلى العناية بهاتين الشعيرتين، لأنهما أعظم شعائر الإسلام العملية الظاهرة. فالصلاة حق الله على العبد في بدنه، والزكاة حق الله على العبد في ماذا؟ في ماله. خامسا التحذير، تحذير العامل والوالي من التعدي على كرائم الأموال، والكرائم هي الخيار. فالعامل مبعوث الزكاة جاب الزكاة يأخذ من الأموال أوسطها، ولا يأخذ أنفسها ولا يطلب أنفسها أبدا، ولا يحل له أن يأخذ الرديئة كذلك، بل يطلب الوسط. فإذا جاد رب المال بالنفيسة الكريمة قبلها منه، وإذا لجأ رب المال إلى الرديئة ردها عليه وأخذ الوسط بالقوة. والفائدة السادسة في قوله خذ من أموالهم صدقة، ترد تؤخذ، خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، خذ من أموالهم ترد من أغنيائهم ترد على فقرائهم. هل هذه الجملة عامة المراد عموم المسلمين أو خاصة بأهل القطر مثل اليمن؟ تأملوا. فمن قال أن إنها عامة وأن المراد المسلمين جميعا أجاز نقل الزكاة من قطر إلى قطر، فينقلها مثلا من اليمن إلى الهند، ومن الهند إلى مثلا دول الخليج أو شبه الجزيرة، أو إلى الدول الإفريقية،
ومن قال بالخصوص وأن المراد أهل القطر فقال لا تنقل الزكاة من قطر إلى قطر حتى تسد حاجة الفقراء وسائر أصناف الزكاة. وهذا في الحقيقة أظهر عندي، يعني إذا بعث الوالي إمام المسلمين جابيا للزكاة فعليه أن يسعى في سد حاجة الأصناف الثمانية، ثم بعد ذلك يسلمها إمام المسلمين وهو ينقلها حيث يرى الحاجة. وأنا قلت القطر لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الحديث وإن كان واردا في أهل اليمن فإنه يعم من كان مثلهم وحالهم. الفائدة لعلها السابعة، ما أدري أنتم أدرى، السابعة في قوله واتقي دعوة المظلوم. وأكد في التحذير فقال فإنه، وفي رواية فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا تنبيه إلى أن الله معاقب الظالم سبحانه وتعالى. هذه العقوبة قد تكون في الدنيا والآخرة وقد تكون في الآخرة. وفي الحديث الصحيح بل المتفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهنا إذا قلنا هكذا كما ذكر المصنف فإنه، فأين مرجع الضمير؟ ليس له مرجع هنا، مرجعه معناه الحال والشأن، فإنه أي الحال والشأن. وإذا قلنا فإنها بالرواية الثانية دعوة المظلوم، وهل هذا يختص بالمسلمين؟ الصحيح أنه لا يختص، فالظلم محرم، لا يجوز الظلم لا لمسلم ولا لكافر. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من الحديث القدسي، يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. نعم. قال ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه،
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث فيه فوائد عدة نختصرها تعجيلا لما ترغبون أو يرغبه كثير منكم، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك وأن يتم لنا نعمه الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. أقول الفائدة الأولى الشاهد من الحديث ثم ادعهم إلى الإسلام، وهذه في قضية خيبر، في غزوة خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد باغتهم وحاربهم، فيؤخذ من هذا إلى جانب الشاهد أنه يجب بدء المقاتلين بالدعوة إلى الإسلام. إذا تغير القائد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له قائد ثم بعد ذلك أعطى الراية علي. ثانيا، يجب على من أغار على الكفار أن ينفذ على مهل وتروي، وذلك تحسبا لمكر الأعداء، فإنهم قد يباغتون المهاجم بما لم يكن يحتسبه من الخديعة. وبهذا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المحنكين من المخططين للحرب، هذا من ما يسمونه في العرف الحديث التكتيك، يعني التخطيط والتنظيم وإعداد العدة. تكتيك هذه أجنبية. الفائدة الثالثة فيه فضيلة علي رضي الله عنه أو منقبه من مناقبه، وذلكم في اختصاصه أو في تخصيصه بالراية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الرابعة إثبات المحبة من جانب الله ومن جانب الرب، فالله يحب أهل طاعته، وكلما قويت طاعة المرء اعتقادا وقولا وعملا ارتقى عند الله محبة. وكذلك أولياء الله يحبونه وإن كانوا يتفاوتون في محبة الله. وهنا وقفة يرد بها على الرافضة، فإن الرافضة قبحهم الله وقبح الله صنيعهم، يجعلون هذه المنقبة خاصة بعلي رضي الله عنه، وأن غيره ليس محبوبا لله ولا محبوبا لرسوله. والجواب على هذه المقولة الخبيثة الشنيعة من وجهين، أحدهما شرعي والآخر لغوي وعرفي كذلك. فالجانب الشرعي ما ذكره الله سبحانه وتعالى من ثنائه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنهم
ومحبته لهم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم تواترت به سنته. نعم. وأما الجانب اللغوي ولك أن تسميه عقلي، لو كان لرجل 10 من الولد و10 من البنات مثلا، فدخل عليه أحدهم واسمه عمر، ودخلت إحداهن واسمها سعاد، فالتزمهما وقبل رؤوسهما وقال والله إني أحب هذين، أشهدكم أني أحب هذين، فهل يفهم العقلاء أنه يبغض البقية وهم 9 من الولد و9 من البنات؟ فما جوابكم؟ أبدا لا، أبدا لا يمكن لعاقل ويحسن العربية ويفقهها أن يفهم بغض البقية أبدا، وإنما يفهم أن أباهم أخبر الجالسين بمحبة هذين. واضح؟ ومن فوائد هذا الحديث الرابعة هي الخامسة، الفائدة الخامسة، جواز الاستشراف للإمارة إذا كان في ذلكم مصلحة للإسلام وأهله، يعني لا لذاتها، لا لذاتها. هاكم مثالا، لو قال الملك حفظه الله أنا سأؤمر رجلا على منطقة كذا، وهذه المنطقة منطقة عظيمة لها كذا ولها كذا، وفيها من يعني من شرف الأمير وما وفيها من شرف أهلها، فكل واحد تمناها، ما عليه من بأس وليس عليه غضاضة، لأنه ما تمنى المنصب لذاته، ما تمنى المنصب لذاته. كذلك لو قال أنا سأعين غدا مثلا وزيرا لكذا، وهذه الوزارة فيها خدمة للإسلام وأهله وفيها كذا وفيها من المصالح، فتمنى كل واحد من الحاضرين تمناها، ما عليه من بأس. أما تمني المنصب لذاته فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الفائدة السادسة، السادسة، وجوب الإيمان بالقدر، وذلكم أنه أعطي الراية من لم يسع لها. من هو؟ من هو الذي لم يسع لها؟ علي رضي الله عنه، ولم تعطى من كان يتمناها. الفائدة السابعة، فائدة السابعة، السابعة، فيه علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل علمان أو 3 في القصة أعلام، أحدها البشارة بالفتح يفتح الله على يديه، الثاني العلم الثاني بصقه صلى الله عليه وسلم في عيني علي رضي الله عنه وبرؤه بذلك، كان أرمد، والأرمد تعرفون ما يبصر أو يبصر على يعني على يبصر قليلا جدا، بل إذا اشتد الرمد يحتاج الأرمد إلى من يقوده. وهنا سؤال، هل ينتدب رجل صالح يبصق في عيني أرمد؟ الجواب لا،
هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا هو التحقيق أنه من خصائصه. نعم، فلا يسوغ لأحد، لكن يشرع النفخ وهو نفخ بدون ريق. الفائدة الثامنة، فضل من اهتدى على يديه رجل واحد. وهنا تنبيهان، أحدهما أن ذكر الرجل للتغليب لا للتخصيص، فإنه نائل هذا الفضل إن شاء الله تعالى. نعم، خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. كل داعي لله على بصيرة، سواء رجل اهتدت على يديه امرأة، أو امرأة اهتدى على يديها رجل، أو امرأة اهتدى على يديها امرأة. خلونا ننبه إلى أنه حينما يدعو أحد الصنفين الرجال أو النساء الآخر ينبغي أن يتحفظ، أن يكون التحفظ. نعم، فالمرأة ليست مؤهلة أن تدعو كل الناس وأن تخطب فيهم، هذا من خصائص الرجال، ولكن قد يكون هناك قرابة نسب أو صهر، ترى في رجل خطأ وانحرافا فهي تدعوه، إما بالكتابة أو ببعث، نعم بالكتابة إليه، أو بوسيلة تأمن معها مداخل الشيطان. وكذلك الرجال ينبغي أن لا يكون هناك خلوة ولا تعمد، مهاتفة. نعم، إذا رأى في امرأة انحراف وكان هناك ما يحرضه على دعوته، كأن تكون قريبة منه، ابنة عم، ابنة خال، ويأمن الفتنة، فقد يكلمها يا أم فلان الأمر كذا وكذا، وقد يبعث إليها من محارمه، وقد يكتب لها. نعم، إذا أمن الفتنة لا بد من التفطن. وهنا سر لطيف، لماذا عبر بحمر النعم؟ النعم هي الإبل، والحمر هي أنفسها عند العرب وأغلاها. فإذا لو وجد زمان فيه أنفس من الإبل، ها، لكانت هذه الخيرية قائمة. خير لك من كذا، أقول خير لك من كذا. فيمكن أن تقول يا فلان يا أخي، لا تمل، لا تكسل عن الدعوة، انشط، الناس في حاجة إليه، والله إن شاء الله أن هذا خير لك من سيارة شبح، أو خير لك من طائرة كذا. نعم هو خير من ذلك، لأنه إذا احتسب عند الله عز وجل ماذا ينال عند الله يوم القيامة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا ثواب على ما بذله في الدنيا. فإنه من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه، له أجره، وأجر من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، أليس كذلك؟ إذن ما رأيكم في سيارة قيمتها مليون أو كذا، وطائرة قيمتها عشرات الملايين، لا تساوي شيئا. نعم، عند الله بالنسبة لهذا، نعم عند الله عز وجل. وكذلك فيه تنبيه إلى أنه لا يجوز للدعاة أن يحقروا قلة المجيبين. فأنت مطلوب منك أن تدعو إلى الله على بصيرة، سواء وافقك كثيرون أو قليلون، فلا تزهد في القلة ولا تغتر بالكثرة، كما
جرى بذلكم البيان في الدرس الماضي، وبهذا القدر نكتفي. ويعلم الله أن في النفس أشياء، ولكن أعثرنا رغبة الكثيرين منكم، لكن إذا طبع هذا فلا تقول أرجوكم أدخل اختصر. سمعتم؟ نعم. طيب، اعرض علينا شيئا من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله: هل يكون الشرك الأصغر تحت المشيئة؟ ما تنبه لي. لا، ما يدخل تحت المشيئة. نعم، لا يدخل تحت المشيئة. نعم، ولهذا أنا قلت لا يخلد في نعم أنا قلت لا يخلد في النار. لا، هو لا يدخل تحت المشيئة أبدا، هو متوعد عليه. هذا من خلال، بارك الله فيك والسامعين، من خلال ما قررته. نعم، الآية قاضية بعمومها بالوعيد على صغير الشرك وكبير، لا يغفر أبدا، الشرك الأصغر لا يغفر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في من قال إن الولاء والبراء ليس من العقيدة، لأنك إذا تزوجت الكتابية كيف تكرهها وأنت تبيت معها في فراش واحد؟ أولا، هذا القول لا يصدر إلا من صنفين: أحدهما الجاهل، والجاهل لا يستغرب منه مثل هذا، ولكن من سلمت فطرته وكمل الله له إيمانه وعقله يقبل النصيحة ويقلع عن هذا. الصنف الثاني أهل الهوى، دعاة الهوى، وما أكثرهم. وهذا في الحقيقة عرفناه من مسلك القرضاوي ومن على شاكلته. هذا أول وجه. الوجه الثاني أن هذا مستثنى، أن هذا مستثنى، والأئمة مجمعون على أنه لا يجوز نكاح الوثنيات. الوثنية لا يجوز نكاحها أبدا. وثمة وجه آخر، أن هذا من المحبة الطبيعية، من المحبة، فهي محبة متعة، محبة متعة. وفي ذلكم طريق يدعوها زوجها المسلم من خلالها إلى الإسلام، بل يجب أن يدعوها إلى الإسلام، يجب أن يدعوها إلى الإسلام. فإن ظهرت منها عداوة الإسلام وأهله، أو ظهر له منها أنها تدعوه إلى الردة، فيجب عليه بغضها، ومن ذلكم تسريحها، تطليقها. نعم، ويزيد هذا وضوحا أنه لا يحل للمسلمة الزواج من الكتابي. نعم، فزواج المسلمة من الكتاب محرم بالإجماع، ولا أعلم من أباحه في هذا العصر إلا الترابي، الدكتور حسن بن عبد الله الترابي السوداني، طهر الله السودان منه، وجمع أهلها حكامها ومحكوميها على الإسلام والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن رجحت الحسنات وهي من التوحيد دخل الجنة، وإلا دخل النار ثم يخرج منها، هل هذا القول ينافي القول بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله؟ والله أنا عندي هذا ليس بصحيح أبدا. النص أنا ذكرت لكم الاستدلال بالآية من خلال ما قررته من عمومها ووضحته بما لا يخفى إن شاء الله، وقد ذكرت هذا في مجالس عدة، في لقاءات وفي دروس
في مجالس عدة والأشرطة موجودة. نعم أحسن الله إليكم، هذه فائدة تكررت وهي أيضا متضمنة لسؤال. يقول جاء في سنن الترمذي رحمه الله تعالى حديثا أو حديث تحت رقم 46 و 400 و 2000، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، والنبي والنبيين وليس معهم أحد إلى آخر الحديث. أليس في هذا نص على أن هذا العرض كان ليلة الإسراء؟ هذا لا شك أنه نص، أقول نص، والذي قررته أظن في الباب السابق أن بعض أهل الحافظ رحمه الله حكى عن بعضهم أن العرض كان بالمدينة، قال وهذا محمول على تكرار الإسراء، ثم قال وفيه نظر، أقول وفيه نظر. فالراجح أن الله عرض الأمم على نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث يفيد أنه ليلة الإسراء كان عرض، لكن هل هناك كان عرض آخر؟ هذا مسكوت عنه بارك الله فيكم. نعم ولك أن ترجح أن هذا العرض ليلة الإسراء بمكة، لك هذا، هذه من موارد النزاع التي لا يثرب فيها أحد المخالفين على الآخر. نعم إلى هنا وتختم الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.